دخلت المسجد وجدت رجلا يصلي، وبعد دخولي الصلاة معه تبين لي أنه يصلي نافلة، فماذا علي في هذه الحالة؟ لا بأس بذلك، إذا وجدت أحدا يصلي قد فاتتك الصلاة ودخلت معه فلا بأس بذلك، لأن الصحيح من قولي العلماء صحة صلاة المفترض خالف المتنفل أو اقتداء المفترض بالمتنفل، لأن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي بأصحابه، تكون له نافلة ولهم فريضة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمرهم بالإعادة. وكذلك في صلاة الخوف ورد في بعض صفاتها أنه صلى بالطائفة الأولى ثم سلم، ثم صلى جاءت الطائفة الثانية وصلى بها. الصلاة الثانية بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة ولهم فريضة، دل هذا على صحة صلاة المفترض بإمامة المتنفل. نعم، بارك الله فيكم.